مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا الفيديو الجديد. ولما لا يعني في هذا الفيديو ان اشارك معكم افضل 70 لعبه يعني جربتها انا شخصيا ونالت اعجابي. كذلك هي تعتبر من افضل الالعاب لهذه السنوات يعني منذ اصدار الاندرويد، العاب الاندرويد الى غير ذلك، العاب يعني مختلفه، العاب عالم مفتوح، العاب اكشن، مغامرات، كره قدم الى غير ذلك من هذا. فقط احببت ان اشارك معكم. كذلك في الاول لا تنسى اللايك لصفحتنا وكذلك سبسكرايب لقناتنا اذا كنت جديد بالقناه وزياره موقعنا وكذلك لايك لصفحتنا. اذا اول لعبه نبدا بها هي لعبة غانغستار فيغاس، لعبة أكثر من رائعة تتميز بالجرافيك الذي تتمتع فيه، فهي يعني ذات جرافيك جد عالي. كذلك فهي لعبة عالم مفتوح يمكن لك فيها عمل أي شيء، توفر على مهمات عديدة تشبه كثيرا سلسلة ألعاب جي تي أي، كون أنها توفر على مهمات مفتوحة يمكنك قتال، يمكنك قيادة السيارات في نفس الوقت، كذلك يمكنك القيام بذلك في مدينة رائعة وتتميز بالشكل المنظم والجميل. بصراحة فهي لعبة أكثر من رائعة، كذلك فهي توفر على أجهزة الأندرويد والآيفون بشكل مجاني. إضافة إلى لعبة Assassin's Creed Identity، هذه اللعبة يعني خاصة بأجهزة الأندرويد. الصراحة فهي لعبة يعني عالم مفتوح يمكنك يعني كذلك فيها قتال وفيها الأشياء مغامراتية، المرور بمهمات يعني أكثر حماس وشجاعة، كذلك يجب يعني أن تتميز بالشجاعة حتى تقدر على إنجاز جميع المهمات بشكل رائع. فاللعبة يعني توفر بشكل رائع وعلى منصتي الأندرويد والآيفون، فأنصحكم بتجربتها يا إخواني الكرام. ننتقل الآن إلى المعشوقة المشهورة على صعيد العالم جي تي أي سان أندرياس، لعبة العالم المفتوح بامتياز. يعني اللعبة أنصحكم بتجربتها لمحبي يعني فعل أشياء لا تخطر ببالي، كسرقة السيارات، سرقة المحلات، يعني المتاجرة في العديد من الأشياء، كذلك قيام بعديد من الأشياء الرائعة. كما توجد لعبة The Amazing Spider-Man 2، لعبة العالم المفتوح الأخرى الأكثر من رائعة وجميلة جدا، أنصحكم كذلك بتجربتها، تعتبر من ضمن أفضل ألعاب العالم المفتوح. كذلك توجد لعبة Goat Simulator، لعبة محاكاة المعيز التي انتشرت بكثرة، لعبة عالم مفتوح بفضل ما يمكن القيام به، يعني تقوم بمحاكاة المعيز والقيام بأي شيء يخطر ببالك. فهي لعبة صراحة جد رائعة من ضمن ألعاب العالم المفتوح الأكثر من خيالية. لعبة جي تي اي 3 هي من الجزء الثالث من سلسلة ألعاب جي تي اي، في اللعبة يعني مود رائع جدا، فممتع يعني اللعبة أكثر واقعية وأكثر جمالية، يعني توفر على العديد من المهمات والأرباط، يعني شكل رائع اللعب فيها. بالإضافة إلى لعبة ماينكرافت بوكيت إديشن، لعبة يعني مشهورة على الحواسيب، هذه اللعبة يعني فكرتها جد بسيطة، تقوم ببناء يعني بيتك والاستقرار فيه بعدة وسائل، يمكنك كذلك قتال الوحوش إلى غير ذلك. فصراحة لعبة أكثر من رائعة، أنصحكم بتجربتها إخواني الكرام. كذلك توجد لعبة كلاش رويال، صراحة لعبة أكثر من رائعة، توفر على ربط يعني اللعب رائع، قتال مع إمبراطورية عديدة، كذلك بناء إمبراطوريات ويعني تكوين جيش إلى غير ذلك، فصراحة لعبة جد رائعة، أنصحكم بتجربتها. لعبة العالم المفتوح الأخرى، الجزء الآخر، جي تي ليبرتي سيتي ستوري، هذا جزء صدر حديثا في العام المصرم 2015، لكنه صراحة جزء أتى بالعديد من المميزات الرائعة، وإضافة سيارات جديدة ومدينة جديدة إلى غير ذلك، لعبة صراحة رائعة جدا، أنصحكم بتجربتها ولعبها إخواني الكرام. الآن مع لعبة غانغستار ريو سيتي أوف سانتس، لعبة تشبه يعني غانغستار فيغاس ولكن في مدينة أخرى، يعني شكل أو اللعب في مدينة أخرى، يعني يعتبر شيء رائع جدا، لعبة رائعة جدا، فيها قتال، مغامرات، سباقات، يعني قيادة السيارات إلى غير ذلك، كل ما تود أن تفعل في هذه اللعبة، وتوفر كذلك على مهمات رائعة، أنصحكم بتجربتها إخواني الكرام. فلعبة صراحة لعبة The Dark Knight Rises، لعبة يعني صراحة تشبه كثيرا سلسلة ألعاب The Amazing Spider-Man لأجهزة يعني هواتف الذكية، لكنها بنمط آخر، شكل اللعب رائع، فيها باتمان، يعني صراحة لعبة جميلة جدا. كما انني اضفت لكم احدى العاب يعني يعني الشوتينج ان صح التعبير، العاب القتال والاكشن والمغامرات، لعبه كيل شوت برافو. هذه اللعبه يعني لعبه السنايبر ان صح التعبير، فهي لعبه يعني توفر ما يميزها هو المنظور الاول، كذلك فهي لعبه يعني قنص ولعبه صراحه مفتوحه تتوفر على العديد من المدن صراحه، فانصحكم بتجربه هذه اللعبه الاكثر من رائعه على اجهزتكم الاندرويد او اجهزه الايفون.
كما تجدوا لعبة سكس غانز غانج شاداون، لعبة القتال والمغامرات. صراحة لعبة توفر على نمط لاعب جد جيد، شكل لعبة رائعة في عديد من الأماكن الرائعة جدا، توفر على مهمات عديدة، لعبة عالم مفتوح يمكن تغفل فيها. رافنس وورد شادو لاند لعبة أخرى تقودك إلى رحلة استكشاف العالم، بما في ذلك جمع يعني الأسلحة، كذلك تكوين شخصيتك الجذابة والرائعة من أجل منافسة الأشرار. باد نيرد هي صراحة لعبة ممتعة لطفل يقوم بالمذاكرة، ويجب عليه يعني أن يقوم بالقضاء على يجب عليه أن يقوم بالقتال أو يقضي على كل من يتعدى عليه من الأشخاص، كذلك يقوم بالبحث عن غذائه بشكل يعني بطريقة سلسة لكي يعيش. نتوجه الآن مباشرة إلى ألعاب المغامرات شادو سان، هذه اللعبة الرائعة، لعبة المغامرات وألعاب العالم المفتوح، فلعبة تقودك إلى بعض الإمبراطورية، يجب عليك القتال مع أعدائك وقضاء على الأشرار، يعني الدفاع عن أصدقائك. صراحة لعبة ممتعة، أنصحكم بتجربتها. والآن نحن هنا مع لعبة جي تي اي شينا تاون وورز، لعبة صراحة يعني رائعة، لعبة جي تي اي بس ألعاب جي تي اي على الأندرويد لكنها بشكل مختلف من الأعلى، يعني تلعب من الأعلى. صراحة لعبة مشهورة وجاء رائعة، لعبة كريزي تاكسي، لعبة قيادة سيارات الأجرة وتنقيد يعني الأشخاص من مكان إلى آخر. لعبة صراحة عالم مفتوح رائع جدا، يمكنك في قيادة سيارات الأجرة وتنقيد الأشخاص من مكان إلى آخر حسب رغبتهم. وفي الأخير وليس أخيرا يعني مع لعبة بلوك ستوري، لعبة القتال مع الوحوش، يجب أن تبقى لوحدك، أن تدافع عن نفسك، أن يعني أن تختبئ ببعض الأماكن لكي تحمي نفسك من الوحوش ويعني تقوم باغتيالهم وقتلهم لكي تبقى على قيد الحياة. إضافة إلى لعبة باكستاب، لعبة رائعة اتش دي تقودك إلى عالم مليء بالمغامرات والقتال، لعبة كذلك يكون القتال فيها مع الأعداء، الحفاظ على نفسك عن طريق حماية نفسك، كذلك لعبة تضم العديد من الأشياء والأحداث الواقعية الرائعة المليئة بالشغف والمليئة بالشجاعة. إلى لا أطيل عليكم، أترككم تتعرفون على اللعبة وعلى ما بداخلها إخواني الكرام. محبي سباق السيارات وبالضبط سباقات الرالي، إليكم لعبة راش رالي 2 التي صدرت في الأشهر القليلة الماضية. يعني هذه اللعبة الحديثة تتمتع يعني بجرافيك جميل ولعبة ممتعة وأكثر جمالية من حيث الجودة إلى غير ذلك. لعبة أسفلت 8 إيربوني، لعبة نوعا ما صدرت في السنة يعني السنوات الماضية، لكن هي لعبة تبقى راسخة في الأذهان بفضل الجرافيك الذي العالي جدا الذي تتمتع به، كذلك نمط اللعب بالإضافة إلى السيارات والمدن إلى غير ذلك، فهي لعبة تبقى ممتعة وجميلة في نفس الوقت. عشاق ألعاب دريفت بالسيارات إلى غير ذلك، إليكم لعبة دريفت زون 2 اللعبة الجديدة التي صدرت، هي اللعبة صراحة ممتعة تتمتع بجرافيك كذلك وجودة تصميم عالية جدا، يعني أنصحكم بتجربتها. لعبة سباق السيارات نيد فور سبيد نو ليميتس كذلك من الألعاب الخرافية والألعاب الرائعة جدا لسباق السيارات، يعني رغم أنها صدرت في السنة الماضية لكن هي تبقى يعني من أفضل ألعاب سباق السيارات حتى الآن، لا من حيث الجرافيك، لا من حيث المدينة يعني السباقات، لا من حيث السيارات إلى غير ذلك، فاللعبة يعني منصوح بشدة بتجربتها. ننتقل إلى لعبة كرة قدم مع اللعبة الجميلة فيفا 16 Ultimate Team، هي لعبة صراحة تضم العديد من الأطوار كإنشاء فريقك الخاص يعني عن طريق يعني أن تكون مدرب، كذلك لاعب مباراة ودي إلى غير ذلك، وعديد من الأشياء الخرافية التي أدعكم تكتشفونها. ما توجد لعبة الزومبي الرائعة، هذه اللعبة التي تمكنك من قتل الزومبي، هي لعبة نوعا ما في يعني فكرتها بسيطة كذلك، اللعب فيها بسيط لكن نوعا ما صعب بفضل يعني النمط وكذلك بفضل المهمات التي تضمنها. ديد تارجت هي لعبة صراحة جديدة ولعبة ممتعة يعني بالمناسبة، كون أن توفر على مهمات عديدة وكذلك تميز بقتل الزومبي إلى غير ذلك. إن توجد ديد هي لعبة عالم مفتوح تقوم بأخذك إلى غابة، يعني غابة مليئة بالرعب إلى غير ذلك، أنت يجب عليك قتل الزومبي الذي يوجد أمامك ويعني تقوم أن تحمي نفسك منهم. ديد ترايجر 2 كذلك تميز بالمهمات الرائعة، فهي لعبة جميلة جدا يعني فيها كذلك الزومبي، مما يجعل لعبة أكثر حماس وأكثر متعة، لعبة رعب بامتياز، يعني خصوصا إذا لعبتها في الليل سوف تحس يعني بنوعا ما بإحساس رائع جدا في اللعبة، يعني تتمتع كذلك بجرافيك عالي. زومبي هاي واي 2 هي لعبة يعني تقود أنت سيارة شخصيا، ويجب عليك يعني أن تقتل الزومبي الذي يوجد أمامك أو تقوم بالمرور دون أن يلمسوك أو أن يقتلوك. هذه فكرة اللعبة صراحة فكرة رائعة، لأن اللعبة صراحة تتميز بجرافيك عالي، يجب أن تكون ذكي في اللعبة حتى تستطيع يعني أن تمر بالمراحل. تيكمان سوكر 2019 لعبة نوعا ما طريفة ومضحكة في يعني اللاعبين يعني الكرتونيين الذين تلعبوا بهم، لعبة في نفس
نفس الوقت ممتعة، يعني جودة مناسبة وبسيطة، لعبة حديثة بالمناسبة. دريم ليج سوكر 2019 من ألعاب كرة القدم كذلك الممتعة التي توفر على يعني محرك جميل جدا في اللعب، كذلك يعني عدد من الفرق. لعبة صراحة نمطها مختلف عن باقي ألعاب كرة القدم، هي من أفضل ألعاب الأندرويد لهذه السنة. شغل أكشن وقتال إليكم لعبة نيو شادو التي تقودك إلى عالم مليء بالألغاز والعديد من المهمات الأكشنية بامتياز، ويعني الطرق يعني ذكية لحل معظم المهمات. لعبة صراحة ممتعة وجميلة جدا. فيكتور 2 هي لعبة صراحة ممتعة جدا، يعني تتوفر على العديد من المهام الرائعة بطرق أو بكيفية رائعة جدا. أنصحكم كذلك بتجربتها على هاتفكم الأندرويد وهي سهلة التحميل. لعبة كومز 2 هي لعبة صراحة رائعة، يعني فكرتها بسيطة، جرافيك كرتوني يشبه ماينكرافت. اللعبة يحاولون العديد من الزومبي قتلك، لكن أنت يجب أن تكون أن تصدهم بالمرصاد، ويجب عليك حماية نفسك وقتلهم. إضافة إلى لعبة M2D 2 الجزء الثاني هي صراحة لعبة ممتعة كذلك، يجب عليك قتل ما يوجد أمامك وأنت تمر عبر المراحل، ونوعا ما مراحلها صعبة. لعبة زومبي فرونتشير 3 هي صراحة من الألعاب، من أحسن الألعاب التي تتمتع بجرافيك جد عالي، تقاتل الزومبيين إلى غير ذلك بجرافيك يعني أو بجودة رائعة، مهمات يعني حماسية كذلك، تلعب مع شخصية رائعة جدا. بلانت في زومبيز 2 يعني الجزء الثاني لعبة معروفة جدا، يعني النباتات ضد الزومبيين إلى غير ذلك، فيجب عليك قتل كل ما يجده في طريقك، يعني أنت النباتات يجب عليك قتل الزومبيين إلى غير ذلك. لعبة ممتعة صراحة وجميلة جدا، هي يعني نمطها كرتوني نوعا ما. كاتشرز هي لعبة صراحة يعني شكلها مضحك نوعا ما، لأنك يعني تملك شخصية صغيرة ويجب عليك المرور بمراحل عديدة، ونوعا ما يعني كرتونية إلى حد ما، إلا أنها يعني ممتعة في نفس الوقت. كال اوف ديوتي سترايك تيم لعبة غنية عن الذكر لما لها من شهرة واسعة، لعبة الاكشن والقتال وكذلك اللعب اونلاين مع اصدقاء في مختلف خرائط المدن الغربية، فلعبة صراحة ممتعة انصحكم بتجربتها. ومن احسن العاب الاكشن والمغامرات والقتال تجد لعبة الرجل الالي وارمر. والرجل الالي يعني تقوده مهمات صعبة جدا، يجب عليك تخطي قتل الاسرى الى غير ذلك في امبراطورية واسعة، وتوفر على اماكن عديدة مما يجعل اللعبة اكثر يعني متعة. ديكسلاند هي صراحة لعبة تحدي جد صعبة، يعني يجب عليك الا بتلك الاشياء يعني الصغيرة التي تلمس كل ما يجد امامك، فلعبة صراحة يعني تحدي بامتياز، لعبة جنونية ومدمنة في نفس الوقت. انمي سترايك 2 هي لعبة حديثة بالمناسبة، لانها لعبة صراحة ممتعة جدا، لعبة اكشن يعني تلعب اونلاين مع الاصدقاء، كذلك تحدي المهام الصعبة جدا وقتل الاعداء الى غير ذلك، فهي لعبة صراحة ممتعة لأجهزة الاندرويد كون انها يعني صدرت يعني حديثا. ادفنتشر كاب بالصراحة يا اخواني هذه من اصعب الالعاب التي يمكن ان تلعبها، لانها توفر على مخاطر عديدة كما ترون معي في الشاشة، فكرتها جميلة، هي من انتاج الشركة المعروفة يعني شركة كيتشاب التي تصدر العاب مجنونة والعاب تحدي بامتياز، فاذا وصلت الى يعني نقاط او الى اعلى سكور فهذا يعني من حسن حظك، او انت يعني سوف تحترف اللعبة اذا لعبتها عديد من المرات. اضافة الى لعبة الالغاز كرنت ستريم هي لعبة كذلك حديثة، يجب عليك ان تلقي او يعني ان تربط تلك يعني المربعات والاطارات ببعضها حتى يعني تشكل يعني رمز الى غير ذلك، فلعبة يعني ذكية نوعا ما، ويجب ان تمتلك يعني حس الذكاء حتى او يعني تحل هذه الالغاز. نهيك عن لعبة المغامرات الممتعة جدا لعبة كاميليون التي توفر على نمط لعب جد جيد وجديدة اللعبة بالمناسبة، فهي توفر على العديد من المهام يعني الجميلة جدا، لعبة مغامرات ويجب عليك تخطي كل الأشياء التي يوجد أمامك، ويجب عليك أن تغذي نفسك بأكل بعض القوت إلى غير ذلك، هذا يعني من بعض الألعاب الجميلة. قبل ما انسى لعبة نوفا 3 فريدوم إديشن لعبة الحرب والقتال، لعبة المغامرات والاكشن، فيها تقوم بالقتال مع مختلف الجيوش والطائرات الحرب، ذلك فهي تتمتع بجرافيك جد عالي. كما تجد لعبة زيكزاك اسم على مسمى، يجب عليك يعني ان تقوم بعمل زيكزاك بدون ان تسقط من الاطار، فهي لعبة اسم على مسمى او ما يصطلح بها. لعبة جيومتري ديش 2 لعبة يعني يجب عليك ان تقوم بالذهاب ولا تقوم بالاصطدام بالمثلثات الصغيرة حتى لا تخسر وتصعب المهمة كلما انتقلتها من مرحلة الى اخرى.
كما توجدوا لعبة سكور هيرو، لعبة التخطيط في اللعب، كأن أنت تدرب وتلعب في نفس الوقت، يعني تقوم لعبة يعني نوعا ما فكرتها مجنونة. كما توجدوا لعبة سماش هيت، يجب عليك أن تقوم بأنت يعني تزيد إلى الأمام، ويجب عليك لا يجب عليك الصدام بالجليد، وإذا وجدت جليد أمامك فيمكنك ضربه بالكرة حتى لا إذا اصطدمت فيه فسوف تقوم فسوف تخطأ وسوف تنتهي مهمتك. لذلك أنصحكم بتجربة اللعبة لأن لعبة تحدي رائع. إضافة إلى بريغيد، لعبة الأكشن والقتال، فيها تقاتل مع مختلف الأصدقاء ومختلف المحاربين، يجب عليك قتلهم والبقاء يعني قدر الإمكان. كما تجد لعبة أليانز درايف مي كريزي، لعبة نوعا ما مجنونة، يجب عليك قتل السهام قتل أشخاص والمرور إلى أعلى مرتبة يمكنك إليها مرور يعني عبر، وذلك يتم عبر مراحل عديدة وجميلة جدا، ويجب عليك يعني أن تقوم باتباع مراحل اللعبة ومهمتها ويعني التعليمات التي تعطيها لك. كما توجد لعبة كروسي رود، لعبة يجب عليك أن تقوم بأن تقطع الطريق بشكل يعني آمن، لا تصدمك أي سيارة، ويجب أن تتوخى الحذر في كل ما قطعت الطريق. بولش بوي، يجب عليك إرسال الشخص عبر ذلك يعني الصواريخ قدر الإمكان، يجب عليك إثباته بشكل محكم حتى تصلها ما بين تلك الصواريخ. Brothers in Arms، لعبة تري، لعبة رائعة جدا، لعبة الأكشن والقتال والمغامرات، فيها تقاتل مجموعة من الأشخاص ويتم ذلك عبر يعني مهمات صعبة جدا يجب عليك تحديها. هذه اللعبة كذلك رائعة، يجب أن تمرر الكرة قدر الإمكان قدر المستطاع حتى لا تصدم تلك الإطارات البيضاء. اللعبة صراحة لعبة تحدي رائعة جدا كما تلاحظون، لعبة جميلة جدا عبر تلك الدائرة. مورتال كومبا اكس، لعبة الكومبا، لعبة يعني القتال، لعبة المصارعة الرائعة جدا، فيها مصارعين عديدين، توفر على جرافيك جد عالي وبها مهمات عديدة وجيدة جدا. بالإضافة إلى لعبة AA، لعبة صراحة فكرتها مجنونة، لعبة تستحق التجربة، يجب عليك وضع تلك الكريات في المكان الفارغ حتى لا تصدم بالكريات الأخرى، وذلك يصعب كلما انتقلت من مرحلة إلى أخرى ولمكان يمتلئ. لعبة King of Jeeves، لعبة صراحة رائعة، يجب عليك أن تقوم بذلك الشخص، يجب عليك أن تمر به من مرحلة إلى أخرى قدر المستطاع، فهي لعبة استراتيجية رائعة وتخطيط جميلة جدا، أنصحكم بتجربتها، لعبة يعني مسلية نوعا ما. سكوار، يجب عليك يعني أن تقوم بتمرير تلك الشيء قدر المستطاع من في الأعلى، وذلك عبر تلك الإطارات الموجودة في الأعلى. دروبتو، لعبة صراحة للأطفال الصغار، لعبة مسلية جدا فجميلة جدا، أنصحكم بتجربتها إخواني الكرام، فكرتها جميلة ولعبة جدا مسلية. فليك شوت، لعبة يعني الركلات الحرة المباشرة، يجب عليك أن تقوم بالتسجيل في المكان الذي يطلبون منك كما تلاحظون في القوس الذين يعطونك، وإذا قمت بعملها بنجاح سوف تستمر بمرحلة أخرى. تشايز 2 من أفضل الألعاب لسنة 2015 وكذلك بداية سنة 2016، لعبة صراحة لعبة تحدي وسرعة، ويعني أن تمتلك سرعة البديهة حتى تستطيع أن تلعب في اللعبة، ويجب أن تتمالك أعصابك لأنها لعبة عصر. رول دبي، لعبة الغاز يعني بشكل يعني عن طريق الرموز، لعبة رائعة جدا، لعبة لغز جميلة جدا، وكذلك فيتطلب أن تكون يعني ذكي حتى تلعبها لأنها لعبة ذكاء وجميل. إذ هي لعبة مشهورة يعني تتوفر إضافتها على فيسبوك، لكنها كذلك توفر على تطبيق على لعبة، فيجب عليك يعني أن تذهب وتقوم يعني القبض على يعني المجرمين إلى غير ذلك عبر مهمات عديدة، يمكنك كذلك تقمص دور مجرم ولعب. إلى لعبة داتش ليفل أجين، هذه لعبة تميز بالمهمات التي توفر لك، ويجب عليك يعني أن تقوم بعدم يعني يعني توفر على مهمات عديدة وجميلة جدا، أنصحكم بتجربتها.